برنامج فيرتشوال بوكس الجزء الثالث، تثبيت جيست اديشن وعمل مجلد مشترك مع اللينكس. بعد ان قمنا بتثبيت نظام ويندوز اكس بي على جهاز افتراضي، سنقوم الان بتشغيل هذا الجهاز من جديد. بعد تشغيل نظام الويندوز، نقوم بالذهاب إلى Devices، ثم نختار Insert Guest Edition CD Image، ونقوم الآن بتثبيت Guest Edition. هنا نختار Continue Anyway، وهنا كذلك، وهنا، ونختار Reboot Now. الآن نختار View ونختار Full Screen Mode، وبإضافة Guest Edition يتم تكبير شاشة النظام لتتوافق مع الشاشة الخاصة بالحاسوب. سأذهب إلى الأسفل ثم أختار Devices وأختار Shared Folders ثم Shared Folders Settings. هنا سأقوم بعمل مجلد مشترك بين نظام الويندوز ونظام اللينكس. هنا أختار Add a New Shared Folder، وفي خيار Folder Path أختار Other، ومثلا قد أجعل المجلد Downloads مشترك بين نظام اللينكس ونظام الويندوز. أختار Open، أختار Auto Mount و Make Permanent، ثم OK. بعد ذلك أختار OK. بالذهاب إلى Start Menu ثم My Computer، أقوم بعمل Right Click ثم أختار Map Network Drive. وهنا سيتم تعريف المجلد المشترك بين اللينكس والويندوز ضمن الدرايف زد. أذهب إلى الخيار براوز ثم فيرتشوال بوكس شيرد فولدرز في بوكس اس في ار ثم هذا الخيار، أختار اوكي ثم فينش. بالذهاب إلى Start ثم My Computer، نذهب إلى Drive Z، وهنا هذه المحتويات مشتركة بين نظام الويندوز ونظام اللينكس. بعمل Right Click مثلا وإنشاء مجلد جديد، لو ذهبنا للأسفل، الآن بالذهاب إلى مجلد Downloads نجد أن هذا المجلد ظهر في مجلد Download. وهكذا نصل إلى نهاية هذا الجزء، ونلقاكم في الجزء اللاحق إن شاء الله.